بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد ورسول. سندرس بإذن الله تعالى متن مختصر، كتاب مختصر يسمى بمتن الأصول الثلاثة، ثلاثة أصول نسأل عنها في القبر، أسئلة ثلاثة. نعم، إن شاء الله نبقون نتيلي ومسلم تكون يقول أصول ثلاثة، ستوى قمسي وكسيون يتوقع. نعم، قبل أن نبدأ وندرس هذه الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة في التوحيد. يا بلن كمسا سيكسوكي توتقون نتيلي ستوى قمسي لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لك قائل لماذا تدرس التوحيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لتوحيد، لنوحد الله. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. لا يقبل الله سبحانه وتعالى لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا أي عبادة إلا بالتوحيد. الله سبحانه وتعالى بارسيت كل عبادة نوفي إكسيت بالتوحيد. الله بارسيت كل صلاة وكل زكاة وكل صيام نوفي إكسيت بريان التوحيد. لا يدخل الجنة إلا موحد. التوحيد سبب لتكثير الحسنات. التوحيد سبب لتكفير السيئات، يعني محو السيئات. ثم أيضا قد يسألك سائل وأنت تمشي في الطريق يقول أنت موحد؟ ماذا تقول؟ تقول نعم أنا موحد. يقول طيب ما هذا التوحيد؟ بين لي التوحيد، كيف أكون موحد؟ إذا قلت أنا لا أعرف التوحيد يقول أنت كاذب عندما تقول أنت موحد. كيف تقول أنك موحد والله سبحانه وتعالى يخلقك من أجل هذا التوحيد حتى توحد الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرف التوحيد؟ ثم قد يسألك سائل وأنت تمشي في الطريق يقول هل أنت مشرك؟ إيش تقول؟ تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. طيب يسألك يقول لك ما هذا الشرك؟ ما هو الشرك؟ هل تعرف الشرك؟ إذا قلت أنا لا أعرف الشرك قد يقول لعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه. كيف؟ الآن رخصة القيادة للسيارة رخصة. نعم، كيف تأخذ هذه الرخصة؟ تأخذ هذه الرخصة عندما تعرف الأشياء التي لابد أن تأتي بها والأشياء التي لا تأتي بها مخالفات، صحيح؟ كذلك التوحيد، لابد أن نعرف التوحيد حتى نعمل به والشرك حتى لا نأتي بالشرك. نبزق التوحيد ونبراتي التوحيد ونبزق الشرك ونبراتي الشرك.